اليوم في معانا لبنى علي، هي أخصائية الحرف اليدوية، فبدنا نرحب فيها هلأ تيجي لحتى تعمل لنا إشي كتير حلو. أهلا وسهلا لبنى، هي موجودة معانا هلأ. يا أهلا وسهلا بالمبدعة لبنى. أهلا لبنى، كل يوم بتفاجئينا. مرحبا. والله كتير حلو. أهلا وسهلا. يعطيكي ألف عافية. كيف حالك؟ لا تمام. أهلا وسهلا فيكي. اليوم لبنى عاملة إشي كتير كتير حلو، هلأ بدنا نورجيكم إياه. وملبقى اليوم معنا أنا وروان مع أوعينا هيك فنجين القهوة وكمان عاملة أشياء حلوة. لبنى أنت بدك تيجي لعندنا للنص بصير؟ أجي لهنا. تيجي شوي لعندنا، جيبي لنا الأغراض معك. وأهلا وسهلا. الأغراض كتير حلو كتير حلو. هيك كويس. بجنن. هذا مزين بإشي اسمه فيمو. فيمو حلو. إيش الفيمو؟ هذه عجينة الفيمو موجودة بالمكتبات. بتنباع ملونة هي. حلو. خلنا أورجي هذا المشاهدين بس هي. كيف عجينة الفيمو. هي اسمها فيمو، يعني وين مكان بتلاقيها اسمها فيمو. حلو. بهذا الشكل هيك، يعني بيجي هالقد قدها. أيوة بالضبط هيك بتكون موجودة بالمكتبات. طبعا هي كعجينة جامدة. طيب كيف ننطريها؟ كيف بنطريها؟ بنطريها يا إما عن طريق الفيمو السائل، في فيمو بيجي سائل بهذا الشكل. حلو. بنطريها يا اما فيه، يا اما بنقدر نطريها بالفازلين. فازلين برضو، بس تكون النسبه كثير قليله على اساس انها ما تصير كثير طريه معنا ونعرف نشكلها. طب حلو. طب قولي لي الفيمو السائل هذا يعني اذا بدنا نحكي قد ايه بدنا نحط عشان نطري زي العجين اللي في ايدك؟ نتفه نقطه. كثير كثير بتطرى دغري فيه. هلا برضو بنقدر نشكل فيه احنا الفيمو السائل هذا. كيف؟ بنقدر نحط عليه الوان. والله الوان باستل اسمها، وزي كيف بدي احكي لك، انا بساوي فيهم المقات انه زي الصوص السائل. ينزل منها. بدي ينزل منها. ايوه بالضبط، فبنستخدم الفيمو السائل فيها. حبيت. طيب يلا هلا ايش بدنا نعمل؟ نحن اليوم بدنا نزين فناجين القهوه هدول. هلا انت شريتيهم مبدئيا، نقولهم انه ما كانش هيك. لا طبعا، حتى الصحن ما كان هيك. هو الصحن هيك ايش كان لونه؟ ساده. مثل هيك. والصحن شفاف. هيك شفاف. هلا طبعا انا هون مستخدمه الوان خاصه بالازاز. حلو. هذه لازم تندهن، تقعد 24 ساعة بعدين بندخلها الفرن. حلو. يعني من الأول أنت بتجيبي ألوان خصوصي للأزاز. للأزاز بالضبط. تدهنيهم وتوديها على الفرن. قد ايه بتحطيها بالفرن؟ نص ساعة تقريبا. والله فرن حامي ولا 180؟ لازم تكون تقريبا 180. 180. قد ايه بتتركيهم؟ نص ساعة. نص ساعة. ممتاز. تختاري اللون اللي بدك اياه. اللون اللي بدي اياه طبعا. طيب هلا هذه الوردات اللي هون، هاي هي الفيمو. ايوه هذه هي الفيمو. حلو. هلا هي بتكون عجينة طرية، انا بدي اشكل اليوم مع المشاهدين شيء بسيط. بس نشكلها طبعا كيف بدي اياها تجماد، برضه لازم احطها بالفرن. يعني برضه بنخبزها. هذه بنخبزها بالفرن. هلا لما تنخبزها شوفي روان كيف. هاي مش زي السيراميك. لا هذه بتختلف. مش زي عجينه السيراميك. ايوه بتختلف. السيراميك ما في داعي انك تدخليها. لا السيراميك ما بيتدخل الفرن. كثير حبيت. اوكي بدي ابلش اشكل ورده مع المشاهدين. راح اساوي اول شيء البرعوم. طبعا هذه انا مطريتها من قبل. حلو. راح اقطع اللي هي البتلات. بس والله دقيق شغلها. كثير يعني باخذ وقت. حبيت انك كمان مزينه صحن الكوكيز، يعني هذا الصحن برضه كان ازاز شفاف. ايوه هذا كلياته ازاز. ازاز شفاف كلياته. ازاز. حبيت. وحتى عامله مرتبنات وبنقدر نساوي معالق، كل شيء ممكن طبعا. طب قولي لي هذه الفيمو ما بتدخل على الجلايه صح؟ يعني لا. اللي بيعملوا هذا كله بينجلى على الايد. بينجلى عادي على الايد. على ايدك بالليفه. هلا البتلات عملتهم دوائر وبضغطهم هيك بايدي. وبدي ابلش اجمع فيهم. هي نفس فكره عجينه السكر. ايوه حسيت. اللي بتعامل مع عجينه السكر. يعني طبعاً نفس هذيك فيها دقه بالتعامل. ايوه بالضبط. طيب بس انا حبيت الثيم اليوم، الثيم اللي عاملاه انت اليوم بحري. جايبه شبكه السمك اللي بصير فيها معلق فيها، هلا بجيبوا لنا التفاصيل طبعا ان شاء الله بعد شوي، معلق فيها الصدف، وبعدين جايبه مناره. هاي المناره صح؟ هي مناره. يعني وجايبه اللولو كانه طالع لولو من، فالتفاصيل كثير بحب، بحس قد ايه بتهتمي بالتفاصيل. وهي سفينه. ايوه بالضبط. حتى الصينيه تاعتهم عملتها بحري. والصينيه حسيتها زي هيك كلها اشياء بحريه. بس الصينيه يعني بشيء مختلف تماما. ايش ايش ملونتيها الصينيه؟ هذه اسمها ريزن. ريزن. لا والله هي والله عالم صار هذا الحرف. الفنون عالم واسع. وبعدين هاي تاعت المركب مرسى. سموها
المرسى على ما لا مش المرسى، هاي اللي هي اللي بيسوقوا فيها. ايوه بالضبط الستيرينج تبع المراكب. فحبيت كثير حلو عم تعملي اشياء صراحه. طبعا بس نبلش نسوي البدلات بحاول اني اقلب الورقه هيك شوي على اساس تبين تعطي افكت على الورده. ايوه بالضبط تمام. هاي اللي كنت بحكي لكم عنه، شوفوا قد ايه حلو الثيم اللي عملته. يعني مرات نحن بابسط الاشياء بنقدر نعمل شيء حلو زي ما انتم شايفين، يعني زي هدول المناره وهيك. يمكن انت شريتيهم محلات اللي ببيعوا الاشياء هاي الكلاف وهاي الشغلات التزيين. مرات الواحد بفكر انه ما لها داعي اشتريها، بس شوفي انت عملتي شيء كثير حلو منها. اي الصراحه انا هاي الشبكه بسوي منها ترتيب سفره كمان. والله الشبكة هاي وين نقدر نجيب هدول الشبكات؟ ايه موجودة في محلات. زي ايش؟ هم ببيعوا، لا مش أدوات الصيد، ببيعوا كلف ورد ومورود يعني. والله بالبلد هي موجودة. والله بنلاقي هيك شبكة. قولي لي معلق عليها هدول الصدفات؟ بيجوا هيك معلقين. حلوة فكرة. طب اعملي لنا يوم مائدة بحرية لكان. خلص بتعرفي ليه؟ لأنه مرات الواحد بيكون سفرته كلها أشياء، حتى يعني سمك والشمس وهي أشياء بحري. فحلو اعملي منها هاي. والله لما تكون سفرتك سمك. حبيت الفكرة طبعا كتير حلو. صح؟ أكيد حلوة كتير. برافو يا لبنى، دايما بتبهرنا لبنى. الله يسعدك. عملت قبل فترة اشياء شتوية، اشي للشتاء. شو حلو كان. لا وبعديها قال بدها تغيظني، بتبعت لي صورة على الواتساب بتورجيني كيف عملتها في بيتها، بقولها لا هيك كتير. هيك تشكلت عندي الوردة. شوفوا هاي الوردة اللي عملتها لبنى. طبعا بدنا نكبرها بنزيد البتلات، بس انا لانه بدي استخدمها على فناجين بدي اياها حجم صغير. كثير قريب من عجينة السكر شغل. كثير. طيب مسكتيها؟ ايوه خلص هلا بدي اقيمها. وهلا هذا كلياته بدي اقصه عشان اعرف ألزقه. يلا ديري بالك. طب هلا هاي الاشياء اللي عم تستعمليها، المشرط يعني المشرط قولي متوفر، الادوات، بس الادوات كلهم وين الواحد؟ هاي الادوات كلياتها موجوده بالمكتبه. مكتبات ما هي بتجيب هاي الفيمو اكيد كل يعني عده الفيمو كلياتها موجوده بالمكتبه. اي مكتبه؟ كل المكتبات صار موجوده. هلا صراحه لا مش كل المكتبات، في مكتبات معينه. يتواصلوا معك على صفحتك اللي بحب. يتواصل معي. اسمها لبنى هاند ميد صح؟ صفحتك. بالضبط. بنقدر نتواصل معك طبعا على الصفحه، نوصي اي شيء بدنا اياه. طبعا شيء الوان معينه. طبعا هدول كلهم يعني اذا زي هيك بدي اوصيكي عليه ممكن تعملي لي. شوفي مرتبة بنات المطبخ جنن جنن يعني عن جد شيء بسيط بس حلو حلو. هلا راح ابلش الزق. طبعا انا بستخدم ماده لاصقه تكون قويه، يوهو بس يكون قوي. راح ابلش الزق بالوردات. حلو. بايش بتلزقي قلتي لنا مره ثانيه؟ زي اليوهو، ماده كثير قويه تكون. اوكي. طب هاي بالغسيل عادي ما بتروح بال؟ لا 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 بس الجلاية ما ينحط بالجلاية. لا بس الجلي العادي بالليفة والصابون عادي. بالليفة والصابون ما بيروح اللون؟ لا ما بيروح قوي هذا اللون. ما هي هاي عجينة الفيمو بتيجي اوريدي ملونة منها فيها. بتيجي هي ملونة. بتشي اللون اللي بدك اياه. حلو. طيب حبيبة قلبي لبنى، وانت بتشتغلي حاولي وجهي على الكاميرا، الفنجان على الكاميرا لحتى يقدروا ياخذوا. مظبوط. طبعا هلا قلنا بعد ما اخلص بحطها بالفرن لمده نص ساعه. نص ساعه بس تكون النار كثير واطيه. اوكي بالنسبه للفيمو كثير تكون واطيه. اوكي يعني قد ايه؟ 120 اقل درجه حراره بالفرن. وقد ايه بدنا نتركها نخبز؟ نص ساعه. برضه نص ساعه. اذا لما بدنا نخبز اللون بنخبزه على درجه حراره عاليه اللي هي 180 لمده نص ساعه. لما بدنا نخبز الفيمو بدنا نخبزه على اقل حراره بالفرن. أيوة. برضه لمده نص ساعه بسيطه. على فكره حلو انه الناس تتعلم. ليه؟ لانه ممكن حدا يحب يعمل الشغل بالضبط. يعني هاي الشغلات لازم يعرفوا. يعني مثلا هذا بدهم يحكوا لي انه كيف بدنا نخبز حراره عاليه وهذا حراره واطيه. انا بخبز هذا على حراره عاليه والوردات بعد ما اشكلها بخبزها لحال بعدين بلزقها. شايفين كله بنخبز لحال. يعني في شغلات الورد لحال، في شغلات ممكن انها ما تتدخل الفرن زي خشب مثلا. ما بدخل لا هذا عادي بتدخل الفرن. وهذا بدخل دخل الفرن. هذا بدخل بس هذا مش اهم شيء. لا ازاز ما هو يحطوا فيهم مي على اساس ما يفقع من الحرارة. والله حتى هذا بتحطي مي؟ بحط فيه مي كمان. ونص ساعة لانه مش قليل نص ساعة بتحكي درجة حرارة عالية. طيب عموما اذا كل شيء بنخبزه لحال، الورد بينخبز لحال والازاز هذا والالوان لحال. ايوه بس طب ليه ما نعملهم ونشفهم زي ما قلتي بالفرن وبعدين نركبهم؟ يعني بياثر اذا كان من
لا في آلات إنه بتحطهم في مرات بتحطيهم قبل صح؟ هلا إذا هون عندي الحرارة للألوان ما هي عالية والحرارة للفيه مو واطية فهيك بتناقضوا مع بعض فبحط الفيه يعني بدون ما أشكلهم هيك فوق الصحن بخبزهم وبعد ما أخبزهم بلزقهم فوق الصحن حلو. طيب هلا كم وردة صرتي عاملة؟ هلا بهذا الشكل. واو شوف شو حلو ما شاء الله برافو برافو يا لبنى زينتهم. هلا بعد ما أخبزهم في إشي برضو كمان كتير مهم اللي هو راح استخدم له ورنيش برضو ورنيش خاص للفيمو. الورنيش هذا اللي بلمع. ايوه بالضبط عشان ما يبهت اللون عشان هيك يعطيه لمعة حلوة. ما احلى الفنجان. شفتي شو حلو وبسيط والله يعني لو حدا جا عباله هيك يعمل هيك فنجيا. بس هاي روان موهبة يعني مش كل حدا عنده طولة البال يقعد يعمل هذا. بس للي عنده طولة بال سهل يعني إذا تعلم هيك من لبنى حلو إنها علمتنا بالضبط شو اللي نعمله لحتى إذا حدا حابب يعمل فنجين ليش لا بيعملهم هو بالبيت. حتى أنا منزليته هذا درس مجاني على قناتي والله قناتك على يوتيوب لا على التليجرام قناتي أورايت. لبنى علي كمان لبنى هاند ميد. لبنى هاند ميد الله يوفقك لبنى. الله يسعدك. يوفقك يا رب. تمام. طبعا في احيانا اقولهم برضه على سر بسيط انه ممكن ما يقدروا يجيبوا هي اغراض الفيمو شوي غاليه ممكن يستخدموا المناكير الشفاف. والله فكره وفي منه اسعاره كثير رخيصه يعني. حلو يعني في واحد بدائل بعطي نفس بتعرفي انا مره اشتريت صحون كانوا كثير حلوين زي صحون هيك سكب للاكل بيض زي هذا زي الجطات العاديه بس حاطين عليهم زي هذا اللي عم تعمله الفيمو هلا استوعبت انه من هذا الفيمو زي جزر وملزقينه عليه حاطين ستيك عاملين شقفه الستيك بتذكر كان يجينا كثير هدايا اول ما تجوزت هدايا اللي صحون البيضة وعليها هذا وانا هيك بتذكر زمان كثير جبت منها كان موضة. وبعدين مثلا فنجان القهوه عليه بسكوته وعليه حبه شوكولاته ايوه عرفت السر هلا هيك برضه بعد ما دهنته اوكي الورنيش حلو كثير حلو ما شاء الله بجنن كثير حلو طبعاً. طبعا هذا باللون اللي احنا بدنا اياه اي شيء بدنا اياه. واو هون عامله طبعا صحون شو مقصره مع الكوكيز. طب كان حطينا الكوكيز ب ما بعرف حلوين اليوم لا هي اسمعي بدهاش تغلبنا بش جايب الكوكيز تعينا انت رجعتي الكوكيز اللي لك انا هيهم الكوكيز تبعوني عشان هذا. طبعا في شيء ثاني كمان شو هو احكي لنا. طبعا ممكن يشكلوها بطريقه قوالب. ايش هو العجينه نفسها ممكن يستخدموا قوالب فيها بالله. مثلا انا هون ورق الشجر مستخدمه فيه قالب صغير. حبيت الفكره ما بلزق بالقالب. لا لا قوالب سيليكون هي نفسها قوالب عجينه السكر برضه. كثير حلو عشان اورجي هذا الكاميرا تمام. هاي بحط فيها العجينة هم قوالب عجينة السكر نفسهم؟ نفسهم بس يعني للفيما بنستخدم القوالب الصغيرة الشغلات الصغيرة دائما. ما في أشكال قوالب هلأ كل الأشكال بهذا الشكل صارت الورقة. تمام برافو عليك كتير حلو يعني الله يحميكي عن جد كتير مبدعة أنت لبنى. الله يسعدك.